السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، النهاردة هنتكلم مع بعض إن شاء الله عن درس تآكل المعادن. تآكل المعادن أو بنسميه الصدأ، رغم إن طبعا في فرق علمي ما بين كلمة الصدأ وكلمة التآكل. الصدأ اللي هو عبارة عن تآكل كيميائي للفلزات، تآكل كيميائي للفلزات بفعل الوسط المحيط. وخد بالك هي مرتبطة بالفلز، يعني مفيش هيحصل معانا او مش هنتكلم عن حاجه اسمها تاكل للفلزات، تاكل الفلزات. وتاكل الفلزات قضيه طبعا عالميه، لان هي تضر باقتصاد العالم كله، لان الصدأ او التاكل بتاع المعادن بالذات الحديد، لو هنتكلم تفصيلا عن الحديد، بيسبب اهدار ربع انتاج العالم. يعني 25% من انتاج العالم بيضيع بسبب الموضوع ده. طب بيحصل التآكل ازاي؟ قلنا هو بيبقى فيه لازم يتوفر الشروط الآتية عشان يبدأ يحصل التآكل أو يبدأ يحدث التفاعل الكيميائي اللي يؤدي للتآكل. لازم يتوافر فلزين، فلز وفلز، يعني مش بعاد، فلز يعني ملامس لفلز، أو فلز جواه شوائب من فلز تاني، المهم يكونوا فلزين موجودين في مكان واحد. يعني الفلزين ممكن يكونوا قطعتين ملامسين لبعض، زي مثلا حتة حديد رابطها مع حتة حديد تاني بمسمار بيسموه مسمار برشام، أو حتة حديد جواها شوائب من عناصر تانية زي الكربون، المهم يكونوا فلز وفلز أو فلز ولا فلز عادي خالص مفيش مشكلة. ويتوافر بينهم الكتروليت، يعني مية، أكسجين، أيونات من عناصر تانية أو من أملاح، يبقى فلز وفلز تاني أو فلز ولا فلز، وبينهم وسط يحتوي على الكتروليت زي المية زي الأكسجين زي الأيونات. طيب إيه اللي يحصل بقى؟ يحصل تفاعل أكسدة واختزال. الأكسدة هتبقى لمين؟ هتبقى للفلز الأنشط، واحنا متفقين الأكسدة لا يحدث تآكل أو ذوبان للفلز الأنشط، والاختزال هيتم للأكسجين اللي دايب في المية. والحتة اللي التقى فيها عنصرين مع بعض مختلفين في النشاط وبينهم إلكتروليت، وتنشأ هنا خلية جلفانية موضعية في المكان ده. يبقى عشان يحدث الصدأ لازم تنشأ خلية جلفانية موضعية. ايه الخلية الجلفانية؟ يكون عنصرين مختلفين النشاط وبينهم الكتروليت، تروح متكونة على الفلز ده اللي هو الأنشط طبقة، ناتج الأكسدة هتبقى طبقة. الطبقة دي نوعين، الطبقة المتكونة نوعين، طبقة بيسموها طبقة تآكلية وطبقة غير تآكلية. طبقة غير تآكلية يعني هتبقى الطبقة اللي هتتكون على سطح الفلز طبقة من جزيئات أكسيد أو غيره، بس تكون غير مسامية، يعني الذرات أو الجزيئات بتاعتها عاملة طبقة رقيقة ما فيش بينهم مسام، يعني تعمل حجز، تحجز العنصر أو الفلز عن إنه يتصل بالظروف المحيطة مرة تاني، وبالتالي توقف عمليات الأكسدة وعمليات التآكل. عشان كده بيسموها طبقة غير تآكلية، يعني ما بيستمرش التآكل، ودي من مميزاتها تبقى طبقة غير مسامية. وأشهر العناصر اللي بيتكون عليه طبقة غير مسامية اللي هو عنصر الألمونيوم. عنصر الألمونيوم بيتكون عليه طبقة أكسيد ألمونيوم غير مسامية رقيقة، وبالتالي توقف عملية الصدأ وبتبقى تامة الالتصاق، يعني ما فيش فراغات ولا حاجة تخش منها المية والأكسجين والأيونات والظروف المحيطة. النوع الثاني طبقة تآكلية، دي لأ ما بتوقفش التآكل والصدأ، لأ ده التفاعل بيستمر جوه تحتها، بحيث هي تتكون على السطح بتاع الفلز، الفلز جوه وهي على سطح الفلز، بس هي مسامية، يعني فيها مسامات وفتحات يخش منها الهواء، يخش منها الأكسجين، يخش منها الرطوبة، ويبدأ التفاعل يكمل جوه رغم وجود هذه الطبقة. فهذه الطبقة بتبقى طبقة مسامية وبيستمر التفاعل، لأنها غير تامة الالتصاق بيستمر التفاعل، وبالتالي تؤدي إلى استمرار التآكل، عشان كده اسمها طبقة تآكلية. طب إزاي بيحصل الصدأ؟ زي ما احنا قلنا لازم يتوفر عنصرين أحدهما فلز
والعنصرين مختلفين نشاط، يعني واحد نشط واحد أقل نشاطا، ويتوافر معاهم إلكتروليت يعني مية، ومعاها أكسجين، ومعاها أيونات من عناصر أخرى لو موجود. وقد يكون التآكل سريع أو بطيء حسب الظروف المحيطة، يعني لو الأيونات كتير والمية والكلام ده كله، ودي بتحصل في البحار، في المناطق اللي هي القريبة من البحر، بيبقى التآكل نشط والصدأ نشط. لكن في المناطق الجافة بيبقى التآكل بطيء. ليه؟ لأن بيبقى الإلكتروليت والأيونات قليلة. فأنا مثلا عندي حتة حديد أهي، دي حديد، والحديد ده فيه شوائب من عناصر تانية زي الكربون، يبقى أنا عندي هنا عنصرين، والحديد طبعا معروف إن هو عنصر نشط بالنسبة للكربون، وهنا فيه مية، نقط مية كده من الجو، يعني في H2O، وفي اكسجين دايب في الميه، يبقى اذا عندي هنا الكتروليت. اتوفرت الظروف يبدا يحصل تفاعل الصدأ او التآكل. ايه بقى اللي يحصل؟ قال لي العنصر الانشط هو اللي يبدا يتآكل، اللي هو مين؟ اللي هو الحديد. يبقى اول حاجه الحديد يفقد 2 الكترون ويتحول لايون حديد ثنائي، ولو هما ذرتين حديد هيفقدوا 4 الكترون واتنين ايون حديد ثنائي. في الحته دي الـ2 الكترون بيتحركوا عن طريق ذرات الحديد، لان الحديد موصل للكهرباء. كان هنا الحديد بيعمل عملين، عمل موصل ان هو بينتقل خلاله الالكترونات، وبيعمل عمل انود لان هو هنا حصل له اكسده، هو انشط وحصل له اكسده، يعني جهد اكسدته اعلى من الكربون واعلى من العناصر دي. الـ4 الكترون اللي هيتحركوا، 4 الكترون هيروحوا لمين؟ هيروحوا للاكسجين اللي دايب في الميه. اكسجين دايب في الميه H2O، H2O كده. انا معايا 2 اكسجين اهو O، ومعايا جزيئين ميه HOH و HOH. كلنا عارفين الـ OH سالب والـ H موجب، والـ4 الكترون دول هيقسموا نفسهم، ذرة من الأكسجين تاخد 2، وذرة من الأكسجين تاخد 2، يبقى كده ذرات الأكسجين اكتسبت إلكترونات وتحولت لأيونات. أيون الأكسجين الثنائي ده يرتبط مع ذرة أيون الهيدروجين الموجب، موجب وسالب 2 هيتحولوا إلى أو إتش المحصلة سالب، والأو دي مع الإتش دي هيتحولوا هما كمان إلى أو إتش سالب. بقى عندي كام أو إتش؟ 1 2 3 إيه؟ 4. يبقى الأكسجين هيختزل، يعني ده تفاعل أكسدة اللي قلنا عليه الأول، وده تفاعل اختزال، ويتحول إلى 4 أو إتش سالب. الـ4 أو إتش سالب اللي اتكونت هترتبط مع أيون الحديد الثنائي. إزاي؟ أنا عندي أيونين حديد أهو، إف إي موجب 2 و اف اي موجب 2، وعندي 4 او اتش، كل واحد من دول يحمل شحنه سالبه. الاف اي عليه شحنتين موجبتين عشان يتعادل، عايز 2 سالب فيرتبط ب2 او اتش، فيتكون اف اي او اتش باي 2، وده كمان هيتعادل مع الاثنين دول، يعني هيدونا 2 اف اي او اتش باي 2. يبقى الحديد اتحول لايونات حديد، وبعدين ارتبط مع الاو اتش اللي اتكونت وتحولت لهيدروكسيد حديد ثنائي. ما توقفش العمليه على كده، ده مش الصدى. يبدا يستمر التفاعل، ان الاف اي او اتش باي 2 ده اللي هو عباره عن 2 اف اي و4 او اتش، ده موجب 2، ده موجب 2، ده سالب 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 سالب. أيون الحديد ده بيتأكسد تاني، لأن هو مش مستقر، الحديد الثنائي سهل يتأكسد إلى حديد ثلاثي، فيفقد إلكترون هيبقى عنده 3 موجب، وده يفقد إلكترون يبقى عنده 3 موجب. يبقى أنا هنا الأيون ده الاتنين اف اي و اتش باي 2 فقدوا 2 إلكترون، يعني كل واحد منهم فقد إلكترون. الـ2 الكترون هيروحوا لذرة أكسجين كمان دايبة في المي، هتتحول لأو سالب 2. أو سالب 2 هترتبط مع الأو مع الإتش بتاع المي، هتبقى أو إتش. بقى عندي أنا هنا 2 أو إتش، أو إتش وأو إتش، دي بقت موجة زيادة، فتاخد أو إتش من اللي اتكون هيدينا إف إي أو إتش باي 3.
بدل ما باي 2 بقت باي 3، لان هي شالت شحنه موجبه زياده. والاف اي او اتش باي 2 الثانيه هتاخد او اتش كمان من اللي اتكونت وهتدينا اف اي او اتش باي 3، يبقى هيتكون التفاعل ده زائد او او نص او 2 زائد اتش 2 او هيتحول الى اف اي او اتش باي 3. لو جمعنا المعادلات دي مع بعض بحيث اعمل المعادله الكليه للصدى، هشيل المتشابه. مين المتشابه هنا؟ الحديد الثنائي متشابه مع الحديد الثنائي من طرفين مختلفين يتشالوا. الأربعة إلكترون يتشالوا مع الأربعة إلكترون. الأو اتش الأربعة دول يتشالوا مع الأو اتش الأربعة دول. طب الاتش تو أو دي تشال مع دي؟ لأ، دي في نفس الطرف قبل السهم. والأكسجين ده والأكسجين ده في نفس الطرف. يبقى لسه مفيش حاجة تاني. في اف اي او اتش باي 2 واف اي او اتش باي 2. الباقي بقى هيبقى 2 اف اي زائد نص او 2 واو 2 هتبقى يعني او 2 ذرتين ونص او 2 يعني ذره يعني 3 او، يبقى 3 او. ما ينفعش اقول 3 او، لازم اقول 3 او 2، يبقى هقسم ده على الاثنين 3 او 2، 3 على 2 او 2. واتش 2 او وادي اتش 2 او اهي، يبقى 3 اتش 2 او. الناتج هيبقى ده 2 اف اي او اتش باي 3. هي دي طبقه الصدى اللي لونها بني محمر اللي هي هيدروكسيد الحديد الثلاثي. يبقى كل اللي حصل في الصدى ان الحديد بيتاكسد وبعدين الالكترونات اللي نتجت بتختزل الاكسجين، فاللي حصل اكسده للحديد واختزال للاكسجين. لو جبنا اي عنصر تاني كشوائب مع الحديد مش شرط الكربون، تلاحظ ان هنا الكربون ما حصلوش حاجه، حصل الاختزال عنده حواليه يعني. لو جبنا اي عنصر تاني نفس الكلام، معادلة الاختزال هتبقى هي نفس معادلة الاختزال. طب لو جاء كان ده مش حديد كان مغنيسيوم، هيبقى المغنيسيوم هو اللي يحصل له الاكسدة لان المغنيسيوم انشط من الحديد. طب ايه هي العوامل التي تؤثر في عملية التآكل او التي تسبب عملية التآكل؟ في عوامل مرتبطة بالفلز نفسه وفي عوامل مرتبطة بالبيئة المحيطة او الوسط المحيط. إذا كان الوسط المحيط يحتوي على أيونات أكتر ومية أكتر ويعني إلكتروليتات هتبقى متوفرة بأيوناتها زي البحار زي الأنهار زي المحيطات زي البيئات الساحلية، هيبقى ساعتها التآكل أنشط. لكن في البيئات اللي هي الجافة لا. في حاجات مرتبطة بالفلز نفسه. الفلز لو هو موجود على هيئة السبيكة، يعني مثلا عنصرين مخلوطين ببعض يعني زي الحديد والكروم النحاس والحديد كده، والسبيكة غير متجانسة، يعني نبص تلاقي الحديد يكتر في ناحية والكروم يكتر في ناحية الألومنيوم يكتر في حتة، يعني مش متوزعين مع بعض توزيع متماثل. في الحالة دي تزود عملية التآكل لأنها هتبدأ تنشأ خلايا جلفانية كتير في الحتة الداهية دي. السبب الثاني لما يكون بقى من السبيكة الفلز متصل بفلز تاني عن طريق مسامير ربط، يعني لحمينها لحام أو مسامير برشام زي ما بيسموها، بتبقى اللحام أو المسامير اللي بتربط الفلزات مع بعض بتبقى من نوع آخر من عنصر تاني، وبالتالي في الحتة دي بيبقى فيه عناصر مختلفة. الفلزات اللي أنا لحمها ببعض واللي هو المسامير اللي رابطه أو طبقة اللحام اللي رابطه الفلزين ببعض، هنا الفلزات المختلفة هتبدأ تنشأ إذا توفر إلكتروليت خلايا جلفانية ويبدأ يحدث التآكل في هذه المنطقة. إزاي بقى نعمل حماية من الصدأ؟ في حماية بطريقة اللي هي تغطية الفلز بطبقة من هيدروكربونات ثقيلة زي الزيوت مثلا والشحوم اللي هو البويات والحاجات اللي بندهن بيها المعادن، وده طبعا غير فعالة مع مرور الوقت بيحصل بتتخدش، ولما تتخدش تبدأ تحصل تخش العوامل المحيطة أو الأكسجين والمية ويبدأ يحدث التآكل. في حماية بتغطية الفلز بفلز آخر، تغطية الفلز بفلز آخر يعني ايه؟ يعني يكون الفلز كده بروح انا عامل عليه طبقة من فلز تاني. فتخيل مثلا الفلز ده حديد اللي جوه، هغطيه انا بطبقة من بره بقصدير، ايه اللي يحصل؟ هتفضل الحماية موجودة عادي، لكن لما يحدث خدش للطبقة دي يعني تتقشط أو يتشال جزء منها
وتبدأ تتوفر العوامل المؤثرة اللي هو مية، رطوبة، أكسجين، فتنشأ في هذه المنطقة خلية جلفانية. بس هيبقى مين بقى؟ هيبقى الحديد ساعتها آنود، يعني هو اللي يحدث ليه تآكل. ليه يا عم؟ لأن الحديد أكثر نشاطا من القصدير. القصدير هنا هيبقى كسول، لأن جهد الأكسدة بتاعته أقل من جهد أكسدة الحديد، أو جهد اختزاله أكبر من جهد اختزال الحديد. وبالتالي الطبقة اللي بره دي اللي أنا حميد بيها هيسموها طبقة حماية كاثودية، كاثودية، لأن اللي بره كسول أقل نشاطا. وفي الحالة دي هذه لا تفضل. ليه؟ لأن هيبدأ أول ما يحصل القشط ده يبدأ يحصل يتآكل الحديد نفسه، ويظل الطبقة اللي هي القصدير دي لا يحدث لها شيء، يبقى دي طبقة غير فعالة مش مطلوبة. في طريقة تاني، لما يبقى الفلز اللي جوه زي الحديد برضو، بس أحميه بطبقة فلز تاني أكثر نشاطا، يعني مثلا مغنيسيوم أو خرسين اللي هو الزنك. هنا اللي بره أكثر نشاطا، يعني أكبر في جهد الأكسدة، واللي جوه أقل نشاطا اللي هو الحديد. فطالما اللي بره أكثر نشاطا، يعني هو لو حصل خدش في الطبقة دي يحدث التآكل للطبقة الخارجية، ولا يحدث تآكل للحديد، ولا يحدث تآكل للحديد إلا لو انتهت هذه الطبقة الخارجية. الحماية دي بيسموها حماية أنودية، ودي المفضلة، دي اللي بيستخدموها في الأجهزة الكهربية والحاجات دي. عشان كده الأجهزة الكهربية تلاقيهم دايما لازم تكون موصلة بيه جزء من الطاقة الكهربية عشان يبدأ تستمر عملية الحماية. هنا موجودة متوفرة كتير حتة الحماية الكاثودية في المعلبات، اللي أنا مثلا علب المربى، علب السردين، علب التونة، بتلاقيها أصلا حديد مطلي بطبقة قصدير. اشمعنى القصدير؟ أولا خفيف، لكن مع مرور الوقت قلنا لما تتفتح العلبة يبدأ يحدث التآكل للحديد نفسه. هنا لو اتخدشت يحدث تآكل للمغنيسيوم أو للخرسين، العنصر اللي بره، ودي بيسموها حماية أنودية، اللي هي تغطية الفلز بطبقة من فلز آخر أكثر نشاطا منه. أما الحماية الكاثودية تغطية الفلز بطبقة من فلز آخر أقل نشاطا منه. دي غير مفضلة، دي هي المفضلة. في حاجة كده مشتقة من الحماية الأنودية، حاجة اسمها القطب المضحي. المضحي، المضحى، المضحى به، القطب المضحي ده عبارة عن ايه؟ هنا بتبقى عندي تحت الأرض مواسير حديد، بمرر أنا فيها مثلا غاز، بمرر فيها أي حاجة، يعني لازم المواسير دي تكون موجودة تحت الأرض. الأرض دي مليانة رطوبة وأملاح، يعني عوامل التآكل كتير جدا متوفرة. فيبدأ يلزق أو يوصل ماسورة الحديد دي بطريقة معينة بطبقات أو بكتل من فلز أكثر نشاطا. يبقى ده حديد، هتبقى دي خرسين أو مغنيسي. وفي الحالة دي لما يبدأ يحدث التآكل، بيتآكل من قطع المغنيسيوم أو قطع الخرسين كأن أنا ضحيت بيها، عشان كده بيسموها القطب المضحي. ودي نوع من الحماية إيه؟ الأنودية. ممكن تتوصل بطريقة معينة كده، أو ممكن تتلزق على سطح الحديد على هيئة شرايح بنظام معين. فلما يجيب لك مثلا رسمة زي اللي موجودة في كتاب الامتحان كده، ويقول لك إيه نوع الحماية دي؟ أقول له دي حماية أنودية. ليه حماية أنودية؟ أنا لاحظ إن سطح الحديد هنا ما حصلوش حاجة، لم يتآكل. القطب إكس هو اللي حصل له أكسدة زي ما أنت شايف، يبقى الطبقة الخارجية هي اللي بتتآكل، معنى كده دي حماية أنودية. أما لو جاب لي الحديد كده وبدأ يقول لي هنا اف اي، وبدأ يحصل ان الاف اي بيتحول لاف اي موجب 2، يبقى بدأ التآكل يحصل للحديد، يبقى العنصر واي اللي انا حامي بيه ده عنصر اقل نشاطا من الحديد، والحديد اكثر منه نشاطا، حصل له اكسده، يبقى دي حمايه كاثوديه. والسلام عليكم ورحمه الله.